السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عدنا إليكم في حصة جديدة ووضعية تعلمية جديدة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نستهل هذه الحصة عنوان الحصة هو استعمال المثلثات المتقيسة للإثبات. نستهلها بتمرين موجود على الكتاب المدرسي. رقم التمرين هو 10، صفحة 142. يقول نص النشاط، اي جي كا و اي اف دي مثلثان كل منهما متقايس الأضلاع. المطلوب مني اثبت ان جي اف يساوي كا دي. اثبت ان جي اف يساوي كا دي. اذا نبدا في حل او نشرع في حل هذا التمرين. المعطيات في التمرين هي أن المثلثات متقايسة. أنا سبق لي وجدت العمل. المثلثات متقايسة، إذا راح نحط رموز التشفير. متقايس الأضلاع ك إي جي مثلث متقايس الأضلاع، كذلك المثلث إي إف دي مثلث متقايس الأضلاع، نحط رموز التشفير عليه. كذلك من المعطيات المخفية لما يجي ظاهرة هو أنه مثلث متقايس الأضلاع نعلم أن فيه ثلاثة زوايا متقايسة، كل منها تساوي 60 درجة. 60 درجة، هذا فيما يخص المثلث الأول. كذلك فيما يخص المثلث الثاني، لإثبات أن المستقيمان أو طولي ضلعين اف جي و دي كا متقايسان، سوف نستعمل او لاثبات ذلك سوف نستعمل احدى خواص المثلثات المتقايسه. ولذلك يجب اختيار بعنايه المثلثان اللذان سوف نستعملهما. لذلك استعملنا المثلث، سوف نستعمل المثلثان جي اي اف، جي اي اف والمثلثان كا اي بي. نبدأ على بركة الله. نقول أنه في المثلثين اي جي اف، اي جي اف و كا اي دي و اي كا دي، أولا ما ننساش ماذا نريد إثبات. نريد إثبات أن الطولين اي جي اف وكاد متساوية. قلنا في المثلثين اي جي اف واي كاد ماذا نلاحظ؟ اي جي اف وكا اي دي، نلاحظ ان اي كا يساوي اي جي. اي كا لدينا اي كا يساوي اي كا يساوي اي جي و اي اف يساوي اي دي. اي اف يساوي اي دي. كذلك ماذا نلاحظ؟ ان الزاويتان اف اي جي تساوي دي اي كا. اعيد مرة ثانية، الزاويتان اف اي جي و اف اي جي ماذا تساوي؟ تساوي دي اي كا. دي اي كا، لان يجب اثبات ذلك، لان اف اي جي اف اي جي تساوي مجموع الزاويتان اف اي جي تساوي مجموع الزاويتان اف اي كا زائد كا اي جي. اف اي كا، اف اي كا زائد كا اي جي اللي هي 60 درجة. كذلك ماذا لدينا؟ كذلك زاوية كا اي اف، كا او الزاوية
قلنا اف اي جي زاوية اف اي جي هي عبارة على مجموع زاويتين اف اي ك زائد ك اي جي. اما زاوية دي اي ك دي اي ك دي اي ك ماذا تساوي؟ تساوي ك اي اف او اف اي ك زائد 60 درجة. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان كل من الزاويتين اف اي جي و دي اي ك متساويتان. اف اي ك موجودة تشترك فيها كل من الزاويتين زائد 60 درجة. وبذلك ماذا نستنتج؟ حسب الخاصية الثانية الخاصية الثانية من تقايس مثلثين فإن المثلثان اي ك دي اي ك دي و اي جي اف اي جي اف متقايسان. نذكر اعزائي التلاميذ بالخاصيه الخواص تقايس المثلثات. الخاصيه الاولى يتقايس مثلثان اذا تقايس فيهما زاويتان وضلعين محصورين بينهما. الخاصيه الثانيه ضلعان وزاوية محصورة بينهما وهي التي أثبتنا بها تقايس المثلثان ك اي جي و اف اي ك و اف اي جي عفوا. الخاصية الثالثة تقايس الضلع الثلاثة. إذا بما أن المثلثان متقايسان ماذا نقول؟ أن دي ك وبالتالي نقول أن الضلعان أو طولي الضلعين دي كا و اف جي متقايسان. بهذا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا التمرين الأول. إذا نذهب مباشرة إلى تمرين آخر وتطبيق آخر. نترك لكم المجال ل هذا هو نص التطبيق. يقول فيه تمعن في الشكل المرفق. شكل المرفق امامنا على الصوره حيث اس تي يوازي هذه كلها معطيات يجب دراستها وقراءتها بتمعن لتسهيل العمل على او حل هذا التطبيق. إذا نبدأ مباشرة في حل التطبيق. كان من الأفضل أن نرسم وبالتالي هنا راني رسمت المستقيمان المتوازيان اس تي وال والام. الان نرسم القاطع لهما اللي هو الاو نسمي اس تي ار او ام كذلك هنا امدد المستقيم ار تي بعض الشيء
نرسم الموازي لـ SM. إذن بعد الإنشاء تحصلنا على هذا الشكل. أعدت رسم الشكل فقط بدون تغيير أي شيء. أضع الرموز التشفير، أقياس الزوايا المعطاة لي، كذلك هنا هذه الزاوية 140 درجة. إذن نشرع على بركة الله في حل هذا التمرين. المطلوب مني تمعن في الشكل المرفق حيث ST يوازي LM، ST يوازي LM، و LD يوازي SM. المطلوب أثبت أن RS و LD متساويان. نقول ثانيا إثبات أن طولي ضلعي RS و LD متساويان. إذن كذلك لإثبات أن هذان طولان متساويان يجب تطبيق أو استعمال إحدى خواص المثلثات المتقايسة. إذن أول شيء نأتي إلى دراسة هذا الشكل. ماذا نلاحظ؟ لدينا أو يجب استغلال المعطيات المعطاة من التمرين. لدينا ST و LM مستقيمان متوازيان، مستقيمان متوازيان. إذا نقول لدينا ST و LM متوازيان، كذلك المستقيم DT أو سميه ET، و ET والمستقيم ET قاطع لهما. إذن في هذا الحالة بما أن ST و LM متوازيان و ET مستقيم قاطع لهما، إذن نرجعكم إلى السنة الثانية متوسط التي درسنا فيها المستقيمان المتوازيان والقاطع لهما. نلاحظ أن الزاويتين ST E و L D زاويتان متقايستان. لماذا؟ بالتماثل. إذا نقول أن ومنه نقول أن ST E ماذا تساوي؟ تساوي L E D، L E D. نقول أنه متماثلتان. إذن يمكنني كتابة الآن أن هاتان الزاويتان متقايستان. كذلك ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن أستغل المعطيات الثانية اللي هي LD يوازي SM، أو LD يوازي SM. كذلك نقول لدينا LM المستقيمان LM SM و LD متوازيان، وعليه كذلك المستقيم القاطع لهما إما TM أو LM. أنا سوف أستغل المستقيم القاطع لهما اللي هو LM، و LM قاطع لهما، والمستقيم LM قاطع لهما. ماذا ينتج عن ذلك؟ ينتج عن ذلك تساوي الزاويتان DLM والزاوية LMS بالتبادل الداخلي. ومنه
ومنه نقول أن الزاوية دي ال ام دي ال ام دي ال ام ماذا تساوي؟ تساوي الزاوية ال ام اس ال ام اس. كذلك نذكر العلة أو السبب بمتبادلتان داخليا، متبادلتان داخليا. إذن هنا أصبح لدي هذه الزاوية كذلك تساوي 40 درجة. نعود إلى المستقيمين اس تي و ال ام، وفي هذه الحاله راح نغير القطع لهما، بما ان كذلك نستغل لدينا، نقول لدينا المستقيمان اس تي و ال ام، اس تي و ال ام مستقيمان متوازيان، و المستقيمان القاطع لهما درك راح نغير المستقيم القاطع لهما اللي هو ام او ام اس، و ام اس قاطع لهما لهما. إذن في هذه الحالة ماذا ينتج عندي؟ الزاويتان ال ام ار ماذا تساوي؟ تساوي الزاوية ام اس تي. ومنه ماذا نقول؟ أن الزاويتان ال ام اس ال ام اس تساوي الزاوية ام اس ار ام اس تي ام اس تي. كذلك نذكر العله، هي متبادلتان نعم داخليا، متبادلتان داخليا. اذا انتج عندي، اصبحت عندي او اصبحت امتلك معطيات جديده. اذا في هذه الحاله لاحظ معايا عزيزي التلميذ، واش نلاحظ في المثلثان ار تي اس والمثلث دي ال ار تي اس ودي ال، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان هناك انهما ان يتقايس فيهما، هذان المثلثان يتقايس فيهما ضلعان اللي هما اس تي و ال. كذلك هذان الضلعان اللي هو اس تي محصور بين زاويتين اللي هي تي و اس. كذلك المثلث دي ال فيه ضلع ال محصور بين الزاويتين ال و ال. اذا نحرر البرهان ونقول في المثلثان ما هما المثلثان؟ ار تي اس ار تي اس و دي او ال دي او ال لدينا اس تي تساوي ال او تساوي ال او، وكذلك ار اس تي ار اس تي ماذا تساوي؟ تساوي دي ال او دي ال او كذلك، و ار تي اس ار تي اس تساوي الزاوية دي او ال. الملاحظ بشكل ان هذان الضلع كل ضلع منهما محصورا بين زاويتين متقايستان. اذا حسب الخاصيه الثانيه حسب الخاصيه الاولى لتقايس مثلثين، فان المثلثان ار تي اس و دي او ال متقايسان، ولذلك نكتب حسب الخاصيه حسب الخاصيه الأولى لتقايس مثلثان فإن المثلثان
R T S R T S و D E L D E L متقايسان. وأنا أعلم أن إذا تقايس مثلثان فإن كل الأضلاع سوف تكون متقايسة، بما أن R S هو ضلع أحد أضلاع المثلث R T S و D L هو أحد أضلاع المثلث D E L، إذن نقول أن D L و R S متقايسان. إذن نقول وبالتالي RS يساوي DL. بهذا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا حصة اليوم، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.